أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية، وفي مارس عام 2022 انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث بيضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 27 تقريبا اتحاد نوعي وإقليمي بيعملوا في مختلف مجالات التنمية. حول هذا الموضوع برحب بضيفنا في استوديو الهواء الأستاذ سليمان يوسف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام. مساء الخير مساء الخير وأهلا بحضرتك معانا. مساء الخير. أستاذ سليمان، بداية لو حبينا إن احنا نوضح للسادة المشاهدين الإقليمي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، نقول إيه؟ هو بداية يعني قيادات العمل الاجتماعي الاتحاد العام للجمعيات كان ليهم دور كبير في وضع الدستور لجنة الخمسين، كانوا مماثلين في لجنة الخمسين في الدستور الحالي. أيوة. الحقيقة حطوا مادة من سنة 23 من أول ما اتعمل الدستور ما اتعملتش، المادة 75 من الدستور. تمام. المادة دي احنا نجحنا كعمل أهلي وعمل اجتماعي في وضعها في الدستور، بتقول إن يكون إشهار الجمعيات بالإخطار. يعني ما تستنيش 60 يوم. ومادام ورقك مستوفي الإخطار على طول، تاخد الشخصية الاعتبارية. وتشكل هياكلها ومجالس إدارتها بالأسلوب الديمقراطي. تمام. ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو حل الجمعيات ذاتها إلا بحكم قضائي. وده طبعًا مكسب كبير جدًا، لأن النهارده ما عادش فيه حل الا عن طريق القضاء. القضاء. تمام. قضائي تصدر من محكمه القضاء، المحكمه المختصه، المحكمه المختصه العرفة القانونيه، محكمه القضاء الاداري في تمام. كل محافظه طبعا. بالتالي اصبح تشكيل الاتحادات كلها بالانتخاب. يعني احنا كنا هنا في انا كنت رئيس الاتحاد الاقليمي بتاع اسكندريه من 15 سنه قبل كده. كنا 15 واحد انتخب الانتخاب، وكان من وكلاء الوزاره كانوا يتعين 5 وكيل وزاره الصحه وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه وكيل وزاره التربيه والتعليم كده، و5 يعينهم المحافظ من ذوي الخبره، يبقى بين 25. تمام. الاتحاد العام انا كنت برضه ليا شرف في الاتحاد العام، كان مشكل من 30 عضو. الاتحاد العام على مستوى الجمهوريه مشكل من 30 عضو. عضو. تمام. 19 منهم بالانتخاب كنا احنا ندخل فيها دي الانتخاب، و11 واحد يصدر بهم قرار من رئيس الجمهوريه بما فيهم رئيس الاتحاد. الوضع الحالي طبقا للماده 75 اصبح كل حاجه بالانتخاب، ما عادش فيه تعيينات خالص. ده بالافضل بالنسبه، يعني شايف حضرتك ده الافضل؟ طبعا. طبعا، لان ما فيش اي، يعني احنا بنمثل العمل الاهلي، فعلا بنمثل العمل الاهلي، وبعدين من تحت بتبدا الاسلوب الديمقراطي. أيوة. يعني المواطنين بيشكلوا الجمعيات او المؤسسات الاهليه، وبعدين المؤسسات الاهليه اللي في المحافظه بتشكل الاتحاد الاقليمي للجمعيات. يبقى ايه مجالس ادارات الاتحادات الجمعيات بتمثل مجلس اداره، تشكل ايه مجلس اداره الاتحاد الاقليمي للجمعيات. تمام. أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية للجمعيات على مستوى الجمهورية بيشكلوا مجلس إدارة الاتحاد العام 27 عضو. تمام. يعني الاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعي 15 عضو. ما يقلوش عن 15 ولا يزيدوا عن 15. تمام. الجمعيات من 5 ل 15 عدد فردي، يا إما 5 7 9 11 15 عدد فردي. انما الاتحاد الاقليمي او الاتحاد النوعي 15 فقط، لا يزيد ولا يقل. الاتحاد العام 27 عضو. لان ده بيمثل الجمهوريه كلها. تمام. ويبقى ضامن ايه؟ يبقى اللي بيروح الانتخاب للاتحاد العام مش الجمعيات زي الاول. بيروح اعضاء مجلس اداره الاتحادات الاقليميه والنوعيه. تمام. طب احنا لو حبينا نتكلم عن الاتحاد الاقليمي ونشاته. بدأ من امتى؟ بدأ بالقانون 32 سنة 64 سنة 64، وده من القوانين المهمة جدا اللي أرسى يعني قواعد
العمل الاهلي الحقيقه كان عامله يعني الدكتور سنهوري الحقيقه، يعني كان قانون متميز، قانون 1964 نشا الاتحادات الاقليميه على مستوى المحافظات والاتحادات النوعيه والاتحاد العام. ايوه بناء على هذا القانون الاتحادات الاقليميه، حتى كان اول رئيسة للاتحاد الاقليمي بتاع اسكندريه كانت السيده زاهي مرزوق، كانت وكيله وزاره الشؤون الاجتماعيه، ولما اتحلت على المعاش بقت هي رئيسه الاتحاد الاقليمي بتاع اسكندريه. يعني بصراحه يعني هو الاتحاد الاقليمي بتاع اسكندريه متميز، يعني معروف، يعني بيتميز بايه وايه الخدمات متميز اللي بيقدمها؟ يعني اسكندريه نفسها اصلا فيها نوع من التميز، لان السيادات الخاصه هي احنا يعني عدد جمعياتنا نمرة، احنا نمرة ثلاثة على مستوى الجمهورية، يعني القاهرة عدد أكبر، بعد منها الجيزة، بعد منها اسكندرية. تمام. احنا أكبر، إنما اسكندرية نشأ فيها العمل الأهلي. أول ما نشأ العمل الأهلي سنة 1821 نشأ في اسكندرية. والجمعيات الكبيرة كلها زي جمعية العروة الوسطى وجمعية الثبات الأرضية وجمعيات كلها دي، وجمعية المواساة والجمعيات دي كلها دي للشباب المسلمين نشأت. يعني جمعية المبرات لها مثلا 1920 اخد بس ساعتك ليه يعني ده مجلس قيادة الثورة لما أول الثورة سنة 52 أول حاجة عملوها زاروا جمعية المبرات ولقيناهم متبرعين أعضاء مجلس قيادة الثورة للجمعية دي في الأبوشي. يعني خد بالك القاهرة قصدي اسكندريه اصلا متميزه في هي اصل العمل التطوعي واصل الاتحاد الاقليمي، متميزه في مجال العمل الاهلي والتطوعي. تمام. يعني طيب احنا لو اتكلمنا عن عدد الجمعيات والمؤسسات اللي بتتبع للاتحاد الاقليمي تقريبا ايه؟ هو حسب الاشهار عندنا 4500 جمعيه في اسكندريه. احنا نمره ثلاثه بعد القاهره واسكندريه، بعد القاهره والجيزه. منهم حوالي 4000، منهم حوالي 500 جمعية يعني انتهت مدتها وحاجات كده وادمجت، وباقي حوالي 4000 جمعية. حوالي 70% من الجمعيات منضم للاتحاد الإقليمي، لأن احنا زي ما قلنا كل حاجة بأسلوب ديمقراطي. يعني احنا حتى لما كنا بنحط في القانون 149 ده كنا عاوزين نحط مثلا العضويه في الاتحاد الاقليمي. أيوة. تبقى يعني الزاميه لكل الجمعيات اللي في المحافظه تنضم للاتحاد الاقليمي بتاعها، زي نقابه المحامين، زي نقابه المهندسين كده. يعني هل في شروط للانضمام للاتحاد؟ ابدا، ان تكون جمعيه مشهره في طبقا لقانون الجمعيات. تمام. في الجهه الاداريه المختصه، الجهه الاداريه المختصه بالنسبه لنا هي مديريه الشباب، مديريه الشؤون الاجتماعيه او التضامن الاجتماعي، او على مستوى اذا كان جمعيه مركزيه يبقى تشهر في الاداره المركزيه للجمعيات في القاهره، في وزاره التضامن الاجتماعي في القاهره. ان كنا من اغراضها العمل التطوعي. اي يعني الا يكون من اغراضها الربح. اي يعني حتى الماده الاولى من قانون 49 منظمات غير ربحيه. ايوه تعريف ده الهدف الاساسي. نعم ده الهدف الاساسي. تمام. يعني لو هي حقائق كانت بتهدف الى الربح تبقى شركه. صح حضرتك. صح. انما ده لا يمنع اني انا يعني اوظف الاموال بتاعتي في اغراض تعيد عليا بالمنفعه عشان اقدر ايه امشي العمل بتاعي واقدر اعبد الموظفين واقدر ادي اعانات وادي مساعدات وادرب والحاجات دي كلها، فطبعا من حقي، انما الا يكون الهدف للربح. تمام. وكمان عضو مجلس اداره الا يتقاضى اي شيء. يعني مفيش مقابل ليه نهائي قيامه باداره هذه نهائي. تمام. تطوع كامل. تمام. حتى لو كان رايح خد حتى مواصله معينه عشان يروح مشوار كذا كذا برضه متطوع. تمام. معنى كده ان الاتحاد الحقيقه بيوفر مزايا كثيره جدا. ايه المزايا اللي هو بيوفرها للجمعيات والمؤسسات اللي بتتبع للاتحاد؟ سواء الاتحاد العام او الاتحاد الاقليمي او الاتحاد النوعي. سيادتك سالتيني السؤال ده، في فرق بين الاتحاد الاقليمي والاتحاد النوعي والاتحاد العام. بالظبط. الاتحاد الاقليمي والاتحاد النوعي دور المصطبه
الاتحاد العام أساس. فوق منها اللي هو العرب، قلنا المواطنين ثم الجمعيات، ثم الجمعيات تطلع منها الاتحادات، الاتحاد الاقليمي والنوعي، ثم يطلع من فوق الهرم الاتحاد العام. الاتحادات الاقليميه على مستوى المحافظه، ولا يجوز ان ينشا اكثر من اتحاد في المحافظه الواحده. والاتحاد الاقليمي بيضم كل انواع الجمعيات، يعني عندنا مثلا 4000 جمعيه، فيها مساعدات، فيها خدمات، فيها بيئه، فيها حمايه مستهلك، فيها فئات خاصه، فيها كل انواع الجمعيات منضمه للاتحاد الاقليمي. تمام. الاتحاد النوعي، انا حتى يعني لي شرف اني انا اكون امين عام للاتحاد النووي على مستوى الجمهوريه. المساعدات، الاتحاد النووي للمساعدات مقره في القاهره. ده خاص بنوعيه معينه من الجمعيات. بيخدم اتحاد نوعي للمساعدات، يبقى هو بيهتم بجمعيه المساعدات. اتحاد نوعي لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني الاتحاد النوعي الثقافي والعلمي. يعني دي اتحادات خاصه ايه بالنوعيه. تمام. والاقليمي ده على مستوى المحافظه، العام على مستوى الجمهوريه. تمام. كله بيخدم على بعضه. تمام. بمناسبه قرب شهر رمضان الكريم، وكل عام وحضرتك بخير وكل الساده المشاهدين بصحه وسعاده يا رب، عاوزين نعرف ايه الجديد اللي هو بيقدمه الاتحاد بصفه عامه مع ان شاء الله قدوم شهر رمضان الكريم. والله احنا الاتحاد، احنا طبعا الاتحاد ده عباره عن جمعيات، يعني حتى اعضاء مجلس اداره الاتحاد ما هم رؤساء جمعيات. فاحنا دلوقتي النهارده عارفين طبعا مقدم له الظروف اللي بتمر بها البلد والغلاء والحاجات دي، واحنا داخلين على شهر كريم. ايوه. الموضوع الغلاء والحاجات دي مش على مستوى مصر بس، يعني ده على مستوى العالم عالمي طبعا. طبعا. انما كل اللي بتصيبنا كده يعني خد بعضك، فلابد ان احنا يكون عندنا استعداد تام لشهر رمضان بالذات. أيوة. عشان كده احنا من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج الكريم ده بنطلب من جمعيات اسكندريه ال 4000 جمعيه، حتى الجمعيات اللي فعاله فيها، اذا كان حتى 2000 جمعيه فعاله فيها، 3000 جمعيه، يستعدوا لشهر رمضان. يدوا للناس كل العطايا وكل المساعدات، يعني المساعدات. تمام. اللي ايه اللي تقدر تقويهم على ان يعدوا الشهر الكريم دون احتياج الى احد. واسكندريه سباقه طبعا، وجمعيه اسكندريه سباقه، بس احنا برضو من خلال برنامج حضرتك بنقول الواحد اللي بيطلع كذا السنه دي يضاعف هذا العدد. يعني يا جماعه تضاعفوا هذا العدد. وبعدين في يعني معلومه برضو، كل ما انت بتزود في النشاط المساعدات بتاعتك والاعانات والحاجات دي كله ده لمصلحتك. يعني لما تيجي تقيمك الجهه الاداريه بتقيمك على نشاطك، مش بتقيمك على مصروفك الاداريه. ايوه صح. يعني خد بالك حضرتك صح، ده النشاط. ادفع كل ما عندك يبقى خير. اولا هتخدم بلدك طبعا، هتخدم المواطنين، وبعد في نفس الوقت هتبقى محل ثناء من الاتحاد، لان احنا من ضمن اغراض الاتحاد ان احنا بنعمل مؤتمر سنوي للجمعيات بتاعت اسكندريه. تمام. كل اتحاد برضه، اتحاد البحيره بيعمل مؤتمر سنوي، بنعمل مؤتمر سنوي بنبين فيه، نقيم فيه تجارب الجمعيات. جمعيات بس ولا كمان جمعيات المؤسسات الخاصه؟ والمؤسسات الخاصه. جمعيات المؤسسات الخاصه. تمام. كل الحاجات دي، ده احنا كان قبل كده بيتعمل مؤتمر عام للجمعيات، كانت بتحضره حرب رئيس الجمهوريه ايام المرحوم حسني مبارك. أيوة. كانت بتحضره، كان بيحضر الوزراء والحاجات دي كلها، وكنا نروح لاسكندريه هنا ناخد مجموعه برضو، وكانت تكرم جمعيات اسكندريه فيه. أهمية مثل هذا المؤتمر، هل بيعمل عملية ربط ما بين خدمات الجمعيات والمؤسسات والإقليميات؟ نعم. أنا شايف حضرتك إيه؟ نعم طبعا. أنا من ضمن أغراض الاتحاد زي ما حضرتك سألتي مشكورة، ربط الجمعيات مع بعضها، وتقييم عمل الجمعيات، وعمل قاعدة بيانات للجمعيات تتضمن أسماء الجمعيات، نشاطها، اغراضها، ميزانيتها،
كل الحاجات دي كلها. فلما بتبقى قدام متخذ القرار صورة الجمعيات، أنا ممكن أقول للجمعية دي أنت زودي في بند الإعانات، أنت زودي في كذا، مع أخد بعض يعني، نفترض في جمعيتين ثلاثة في شارع واحد، أيوة. ممكن نقول أنت زودي في موضوع الإعانات، وأنت زودي في موضوع العلاج الصحي، وأنت تقسيم المهام، تقسيم المهام. يعني تمام. ده دور الاتحاد. أيوة. عشان كده بقول دور الاتحاد إيه؟ تقديم الدعم الفني والقانوني أيوة. للجمعيات. دعم الفني يعني انا يعني لما جينا نعمل توفيق الاوضاع طبق القانون 49. أيوة. وعلى فكره بالمناسبه يعني سيادتك يعني مشكوره، احب اني اوضح صوره توفيق الاوضاع. الماده 2 من القانون 49 بتقول الجمعيه او المؤسسه اللي ما توفقش وضعها خلال عام من تاريخ صدور القانون تعتبر منحله بحكم القانون. تمام. ده القانون الجديد. القانون 49 هو القانون تمام 19. تمام. بمعنى ايه ما وفقتش اوضحها؟ بمعنى ايه؟ ادى القانون خلال سنه من تاريخ صدور اللائحه التنفيذيه. تمام. جات اللائحه التنفيذيه بعد ما صدرت من رئيس مجلس الوزراء، كانت قبل كده بتصدر في القانون 32 وقانون 64 كانت بتصدر من وزير الشؤون الاجتماعيه. خلوها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فالسيد رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار 104 لسنه 2021 باللائحه التنفيذيه. بدانا نطبق نعمل توفيق الاوضاع. انتهت المده وبرضه في جمعيات ما وفقتش وضعها. تدخل المشرع عن طريق البرلمان راح مديه 6 شهور من 14/4. ايوه. 6 شهور. اه. انتهوا. وكان لسه في جمعيات ما وفقتش وضعها برضه. البرلمان لما حط ال6 شهور ادى 6 شهور قال ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعيه 6 شهور ويجوز لوزير الشؤون مد المهله 6 شهور اخرى. يعني في فرصه اكبر. احنا قلنا يعني قلنا عشان موضوع كورونا كان والحاجات دي كانت مؤثره، كنا ما نقدرش نعمل اجتماعات للجمعيات العموميه، لان ستك عشان تعمل توفيق اوضاع لازم تعمل جمعيه عموميه غير عاديه يحضرها اكبر عدد من الاعضاء، فكان يعني كان في عائق حكايه الكورونا والحاجات دي. طبعا. ادى وزاره الشؤون الاجتماعيه التضامن الاجتماعي اصدرت قرارها بمد المهله هتنتهي 14/4 اللي جاي. اللي احنا بنقول اهو الجمعيات، لان في اسكندريه عدد كبير جدا من الجمعيات ما وفقتش وضعها لغايه دلوقتي. وده خطر جدا لان ما حدش يملك يحمي الجمعيه دي. بمعنى ايه ما وفقوش اوضاعهم؟ بمعنى ان هم ما عملوش ميزانيه مثلا؟ لا يا فندم، توفيق اوضاع كل قانون لما بيصدر تمام، يعني قانون 32 سنه 64 وفق اوضاع الجمعيات على اساسه. قانون 84 سنه 2002 لما صدر الجمعيات اللي كانت منشأة وافقت أوضاعها حسب أحكامه. القانون الجديد 149 لما صدر لازم نوافق أوضاعنا طبقا لأحكامه، لأن كل قانون فيه أحكام جديدة. أيوة. فبتعمل لوائح جديدة لكل جمعية. تمام. وتوافق أوضاعها يعني المواد بتاعتها اللي بتحكمها تتمشى مع القانون الجديد. تبقى ملتزمة بمواد القانون. القانون الجديد. وإحنا عشان خاطر في الاتحاد الإقليمي في اسكندرية هنا عشان خاطر نريح الناس ونساعدهم طبعنا لهم اللوائح نص القانون العشر لوائح طبعنا لهم القانون واللائحه التنفيذيه اللي صدرت من رئيس مجلس الوزراء وطبعنا لهم اللوائح النموذجيه تمام اللي ملوها يعني هو ما عليه غير يملا بس البيانات تمام وبعدين لما القانون قال نسخه الكترونيه ونسخه ورقيه يعني تقدم لما تيجي توفق الاوضاع تقدم نسخه ورقيه ونسخه الكترونيه النسخة الإلكترونية لازم ندخل على الموقع بتاع الوزارة وننقل المحاضر بتاعتنا والحاجات على موقع الوزارة الإلكتروني. أيوه. وبعد ما موقع الوزارة الإلكتروني يتقبل مني هذا الـ 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 العرض آخد النسخة بتاعتي وأروح أوديها للجهة الإدارية المختصة. جميل. خدت بال حضرتك؟ تمام. للأسف الشديد في بعض الجمعيات لغاية دلوقتي ما عملتش ومحدش هيقدر يحميها. طبعا لان درست قانون، القانون بيقول قانون مادة 2 اللي مش هتوفق وضعها خلال المده القانونيه تعتبر منحله بحكم القانون. مطلوب من وزاره الشؤون الاجتماعيه او الضامن الاجتماعي الحالي تحصر بعد شهر 4 اللي جاي ده 14/4 تحصر كافه
الجمعيات والمؤسسات التي لم توفق وضعها وتبعتها للمحكمه، المحكمه تمضيها ايه؟ حكم. انت عارفه زي ما قلنا كل حاجه بالاحكام دلوقتي. اكيد طبعا. اكيد. خد بعضك، فاحنا بنهيب بزملائنا اللي في الجمعيات ايوه ان يوفقوا وضعهم، واذا كانوا عاجزين او مش يعني مش يعني مش متمكنين من عمل الدراسه الالكترونيه والحاجات دي كلها، احنا الاتحاد مفتوح شارع سعد زغلول يعني في وسط البلد، ونعمل الجمعيه اللي عاوزه تساعدها تساعدوها تمام تتفضل، احنا نعمل لها توفيق الاوضاع، تجيب بس الورق بتاعها وتعمل جمعيتها العموميه وتعمل الحاجات دي كلها. جميل. ولمسه الخاصه لما صدر القانون 49 ده، احنا لفينا اسكندريه حي حي، ونجيب الجمعيات بتاعت كل حي ونقول لهم يا جماعه وفق وضعكم، اعملوا مجلس اداره واعملوا جمعيه عموميه غير عاديه واعملوا لوائح كذا واعملوا كذا وكذا وكذا وادخلوا على الموقع الالكتروني. يعني تم شرح كل ابعاد القانون بالمواد المتصله، كنا بنروحوا كل حي حتى العبريه المنتجع، يعني كل الاحياء كنا بنروح فيها ونشرح لهم، الاتحاد كان بيشرح لهم كل الحاجات دي. تمام. وعملنا لهم دورات تدريبيه برضو في الاتحاد على كيف يتم توفيق الاوضاع. جميل قوي. يعني بس لغايه دلوقتي برضو الحاجه طب ازاي في ناس مش عاوزه تتحرك؟ احنا من خلال هذا المنبر يمكن توصل كلمتنا. ايوه يا ريت. وبنضم صوتنا لصوت حضرتك، وان شاء الله يتم تقنين الاوضاع للجمعيات نظرا لعدم بعدهم عن ساحه الخدمات التطوعيه من خلال هذه الجمعيات. لان ده حق الحقيقه الحق مكتسب. حتى يبدا بالظبط، حتى يبدا يدخل على المواقع الالكتروني، حتى لو بدا يدخل على الموقع الالكتروني قبل 14/4 يبقى لحق. تمام. لا اللي بعد 14/4 الموقع اللي في الوزاره هيتقفل. مش هيتخبى حد، يبقى خلاص انتهينا. احنا طبعا يهمنا جمعياتنا ما تضيعش هباء، نحافظ على كيانها. نحافظ على كيانها. مظبوط. انا بشكر حضرتك. وبعدين يا فندم الجمعيه اللي مش عاوزه تحافظ على كيانها تعمل جمعيه عموميه غير عاديه وتحل نفسها واموالها تروح الصندوق. صندوق الاعانه. تمام. انما ما بقاش انا معرض ان انا حكم قضائي بحلي ويبقى منظره وحش. تمام. برساله حضرتك بنكون كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبشكر الاستاذ سليمان يوسف رئيس مجلس اداره الاتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الاهليه وعضو مجلس اداره الاتحاد العام. اهلا بيك وبشكرك. أهلا بيك. جدا على هذا اللقاء. عاوزين لقاء اخر ان شاء الله نوضح فيه اكثر لزملائنا أعضاء مجالس إدارات الاتحادات ورؤساء الجمعيات في اسكندرية، إن شاء الله. عشان إحنا يهمنا اسكندرية تبقى رائدة دائما، وهي دائما رائدة طبعا. الحمد لله. طبعا. أنا بشكر حضرتك جدا. أنا مشكرين. بشكر كل السادة. اسمحي لي أشكر برضو البرنامج. أنا بشكرك بالنيابة عنهم، بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، بتمنى تكونوا سعدتوا بموضوعنا. بنقابلكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم وفي نفس الموعد مع حلقة جديدة وإسكندرية مباشر، وإن شاء الله يكون معاكم زميلتنا منال الحكيم. شكرا وإلى اللقاء.